ودلوقتي قدام الكانون وهنعمل أكلة مصرية أصيلة جدا جدا، وهي الحلو بتاع زمان، الحلو اللي كان بتاع الغلابة أو بتاع اللي مش عارفين يجيبوا حاجة حلوة أو مش جنبهم أي حلواني وعايزين يعملوا حاجة حلوة في السريع كده، فكانوا دايما بيعملوا سد الحنك. سد الحنك اللي هنا البسيط جدا من مكوناتنا الموجودة، ما اشتريناش أي حاجة من بره. هي عبارة عن دقيق، 3 كوبايات من الدقيق، كوباية من السمنة، حوالي نص كوباية من السمسم، عسل أبيض ولبن. اوكي، هناخد بقى هنا كده كوبايه السمنه. عارفين البشاميل بتاع اليومين دول جديد، هو ده اللي احنا هنعمله بس مسكر. فهناخد هنا وسمنه طبعا كتير، فهناخد بص الكانون ده تحفه يعني، بص الريحه كمان والمنظر. فهناخد بسم الله الرحمن الرحيم كوبايه السمنه، عليها 3 كوبايات الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا ان انا احمر السمنه في الدقيق. وطبعا ريحه الكانون طالعه عليها يعني عايزه اقول لكم تحفه جدا جدا. وعارفين الكانون ده عباره عن ايه؟ يعني هم مجرد عاملين طوب مبني، وبعدين بنبدا نزوده بالنار من تحت. بقى هم جايبين بقى اللي هو ايه، العروق الناشفه بتاعه الذره او خشب او اللي بيسموها قلح. القلح دي اللي هي بتبقى الذره وفاضيه منها الحبوب. ابدا هنا بقى اسوي الايه، الدقيق. حلو جدا الطريقه الحلوه البسيطه بالريحه الحلوه. وكده بقى لسه بقلب في الدقيق حلو لغايه الدقيق ما يستوي تماما. تمام كده، هبدا اديله سمسم عشان يتحمص وانا بحمر في الدقيق. اوكي، وكده احنا حمصنا السمسم شويه مع الدقيق. ابدا بقى اديها اللبن والعسل ومش كتير، بسم الله الرحمن الرحيم، مره واحده، والعسل حسب التحليه اللي انا عايزاها. شكرا. وافضل اقلب لغايه الدقيق ما يشرب اللبن خالص ويتقل معايا زي البشاميل بالظبط. يعني انا بحط على 3 كوبايات دقيق حوالي 2 كوباية من اللبن، وابدا اسوي كله مع بعضه يتقل خالص، واسيبه يبرد، وابدا اشكله زي ما انا عايزه. يا اما افرده في صينيه وبعدين اقطعه، او اعمله كور، او اشكله بالمعلقه زي ما انا عايزه. وكده بصوا بقى تقلت بالشكل دوت. طبعا لما بتبرد بتتقل اكتر من كده. نجيبها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، قدامنا، ونبدا تقليبه كمان. انا كده سويت الدقيق حلو جدا مع السمنه، وبعدين اديته السمسم، وبعدين اديته العسل الابيض واللبن. طبعا بيبقى سميك جدا، غير البشاميل خاصة نفس طريقه البشاميل، بس اللبن قليل والسكر والعسل كتير. لو انت مش عايزه عسل ممكن نحط سكر، بس بما ان احنا يعني في الطبيعه فكله طبيعي في طبيعي. نبدا بقى نشكل بالمعلقه، او نحطها في صينيه ونسيبها تبرد وبعدين نبدا نقطعها، بس كده. طبعا ممكن ناخدها بمعلقه كده ونعملها اشكال، وبتتاكل بعد ما تبرد خالص. تمام، بس كده. يبقى كده عملنا حاجه حلوه جدا وبسيطه جدا وطبيعيه جدا جدا. عملنا الحاجه الحلوه البسيطه جدا اللي من الطبيعه، وهي سد الحنك، وذوقناها بالسمسم زي ما انتم شايفين كده، وبالهنا والشفا سد الحنك اللي من الطبيعه.